ورجعنا لحضراتكم من الفاصل عشان نكمل الصينية بتاعتنا بتاعت البطاطس بالسردين. ادي كده انا اديتها غلوة عشان ما بياخدش وقت السردين في النار، اضمن ان البطاطس بتاعتي تبقى مستوية كده. خلاص ابدأ اسيبها، هجيب طماطم ديت اروح جاي نازل بيها معاها، اجيب السردين انزل بيه بعد ما اقلب طماطم كده اهي، ادي السردين اربعه خلاص، وابدا اشوف البصله اللي قلت لكم عليها هعمل فيها حاجه جميله قوي، احط عليها الملح كده والكمون اهو نفس الطريقه كده، وابدا اقلبهم مع بعض اهو، ده بيدي برضو طعم جميل اهو. نفس الشكل ده ببدأ انزل بيه عليه كده اهو، نفس الطريقة هجيب الثوم زي ما وريت حضراتكم، قلت لكم الثوم انا هستعمل تاني كل واحدة كده عليها كمية. في حد يقول لك اه ده حاطط ثوم كتير، لا انا عشان في ناس ممكن ما تكونش بتحب السردين، انا بحببها فيه بالطريقة دي، وفي نفس الوقت بطمن زي ما قلت لحضراتكم اثناء الاكل ان هو يبقى جواه الحاجة سواء من تحت او من، برضو نفس القصة بعمل حاجة جميلة قوي كده مع البخار بتاعه اهو، بتنزل مية البصلة عليه اهي، وادي الليمون واحدة بس اهي، وادي الليمون بتاعنا كده بالشكل ده هتبقى جميلة، واجيب كمون تاني ازوده بمسح ايديا هجيب الزيت هعلى بيه سنه كده بسيطه قوي يا دوب انا عشان بس ايه ادي لمعه وشكل للصينيه عشان لما تخش الفرن تبقى تمام جميل. هنحط الصينيه بتاعتنا في الفرن، عندي هنا في اهي، ابدا احطها في الفرن، وهنعمل دلوقتي سلطه بسيطه عباره عن خيار مع جرجير من غير طماطم من غير بصل من غير اي حاجه اهو، حبيتين مع شويه جرجير السكينه الصغيره ديت، نقشر الخيار كده، نعمل حاجه جميله هتبقى معانا صينيه سردين مع بطاطس مع السلطه، عايزين نضيف مثلا شويه رز
جنبها او مع عيش حسب ما حضراتكم عايزين، تبقى حاجة بسيطة وسهلة وفي نفس الوقت تكلفتها زي ما قلنا لحضراتكم متداولة، يبقى انا بوفر في الوقت وبوفر في التكلفة اللي هي الخامة اللي انا شغال بيها. يعني السردين سعره متداول للجميع، وبعدين ممكن حسب الحجم زي ما قلت لحضراتكم، ممكن انا بلاقي الحجم اللي انا عملت منه ده حجم كبير، في احجام الصغيره بتفرق معايا كتير. بجيب السكينه وبعملها بزاويه كده، بتدي في الاخر شكل تغيير. الثمره هي هي، بتفرق معانا في القطعه بالسكينه نفسها. زاويه كده مفيش اي حاجه. ادي الخيار وادي الجرجير بتاعنا. لو في عندي ميه ولا حاجه مخديها كده اهو. ببدا اقطع الجرجير رفيع، بنزل بيه مع الخيار اهو. ببدا اجيب الخيار بتاعي، امسح البلانشة كده. يعني بتبقى زي وجبة سريعة وجميلة يا جماعة، ما فيهاش اي حاجة. طعم طبعا الريحة مش عايز اقول لحضراتكم بتاعت السردين لما دخل النار بقى عامل ازاي. ادي طبق بسيط اهو موجود. ما اجيب معلقة كده، جيب نقطة زيت بسيطة اهي مع نقطة خل من غير ليمون، لان انا حاطط ليمون في الصينية بتاعتي اهي. سنة الملح سنة كمون بسيط مع الخل بيبقى لذيذ، ولو عندي شطة بودر اهي بحط سنة بسيطة كده اهو. اقلبها ممكن اقلبها بايدي عادي. الاكل لما بيتعمل بالايد يا جماعه بيبقى فيه زي الطعم بيجي من الحاجات دي، اللي هو يقول لك ايه التست مثلا بتاع فلان ده بيبقى التست بتاعه جميل او حاجه. ده من الشغل بالايد من خبرات سنين او حاجه زي كده، فبتدي طعم جميل للحاجه. حتى لو نلاحظ اهالينا واحنا صغيرين قبل ما نخش في المهنه او في مجال الفندقه او يعني نخش في المجال نفسه، كنا بنبص بنلاقي اللي بيشتغل مثلا بالايد بيعمل سلطه او حاجه. حتى التقطيع بتاع الثمره نفسها كان بيختلف، مفيش طبعا بلانش او حاجه، كان بيبقى بالايد كده هو سواء بصل او طماطم او حاجه. فده اللي احنا عايزين ايه نوصله لحضراتكم، ان الحاجه بتبقى جميله لما الواحد بيبقى عاملها بنفس، واهم حاجه الحاجه تتعمل بحب هتطلع جميل. ادي سلطه لذيذه وجميله مع الطبق اهي. سهلة ما فيهاش أي حاجة، ما عملناش أي مشكلة في إن هي تاخد وقت أو حاجة. لا أدي كده طبق السلطة. لو عايز أجرنشه بأي حاجة اللي موجودة عندي، عايز لو حد عايز يحط طماطم عليها إيه المشكلة؟ ما عنديش أي مشاكل في أي حاجة. أدي الصينية بتاعتنا هنبص عليها كده خلاص كده استوت. ادي وجبه جميله وسهله ولذيذه. حطينا البطاطس الاول مع البصله الاول، وبعد كده حطينا الميه معاها مع الكمون مع الثوم، اخذت غلوه بحيث ان انا اضمن ان البطاطس بتاعتي تبقى مستويه. وبعد كده حطيت الطماطم، نزلت بالسردين، حطيت البصل، حطيت الليمون، في الاخر حطيت ثوم فوق السردين. حاجه
جميلة. كل الخطوات اللي أنا عملتها دي في الآخر أنا يعني بفضل أنها تتحط زي ما هي، بحيث أن احنا لما نغرف منها غير لما أخدها مثلا في طبق أو حاجة، فهي كده مثلا شايفها ظريفة. الأربع أفراد تكلفة بسيطة زي ما قلت لحضراتكم، إن شاء الله تجربوها وتجربوا الوصفة، وإن شاء الله الطعم تتبسطوا منه وتحاولوا أن أنتوا تعملوها. ونتقابل في حلقات جديدة مع وحش التوفير، وإلى اللقاء ومع ألف سلامة.